اليوم أكو متغير اللي هي الانتخابات الأمريكية. نعم، الكل يسعى إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. له قبل الانتخابات الكل ذهب باتجاه تقديم الهبات والعطايا للكيان الصهيوني ومغازلة الكيان الصهيوني. نتحدث عن هاريس أو نتحدث عن ترامب؟ زين. عفواً، وكانت هنالك وعود كبيرة جداً بحماية إسرائيل وعدم السماح بالمساس بإسرائيل وما إلى ذلك. لكن الموضوع سوف يختلف بعد الانتخابات. اليوم أمس تحدثت كامالا هاريس في ميشيغان وقالت أنها يجب أن تنتهي الحرب في قطاع غزة. لماذا؟ لأن هنالك جالية عربية كبيرة جدا كما تعلمون، وهي تريد أن تغازل الجالية العربية في هذه. كيف يمكن الثقة بكامالا هاريس؟ لا، احنا لا يوجد لدينا ثقة حقيقة في كل مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن القضية الفلسطينية اليوم عمرها أكثر من 75 سنة، لم نشبع منها إلا من الوعود الجوفاء والفارغة. ما حصلنا من الولايات المتحدة الأمريكية أي وعد من الممكن أن يذهب باتجاه حل الأزمة وإنهائها. طيب، في فلسطين. أين ترى العراق من هذه المعادلة؟ أنا العراق أجده الزائد في المعادلة. إسرائيل زائد إيران، شنو النتيجة؟ فهو في قلب المعركة يعني. نعم، بكل تأكيد يعني. فبالتالي العراق الذي أصبح اليوم ممرا استراتيجيا ويحظى ب يعني وجوده في منطقة جيوسياسية مهمة جدا من العالم، واللي ذهبت بعض الدول الآن بالاتفاق مع العراق بشراكة، وهذه الشراكة من خلالها من الممكن أنه يستثمر الطريق العراقي اللي هو طريق التنمية. وأعتقد أنه العراق وقع مع تركيا وصربيا والمجر وبلغاريا على أن يكون هنالك اتفاق ما بين هذه الدول، إضافة للدول الرباعية. نعم، اللي تشكل من قطر والإمارات والعراق وتركيا حتى تكون هي المتحكمة في طريق التنمية. تتوقع باختصار، تتوقع انتهاء الحرب قريبا لو ستأخذ منحيات أخرى؟ لا، هو يعني هنالك تصريحات من قيادات صهيونية، يعني على سبيل المثال سموتريش تحدث أنه عملية إنهاء الحرب في لبنان لربما تحتاج إلى نهاية العام الحالي. نهاية العام الحالي يعني. طيب، لدينا أكثر من شهر.